بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا ونسلم ما بغيرته ودنا جلحة يداي من كسو دافع الدنيا كتشو تعلنا وحد كسو دواتان برامج داره وان كسو غادن دونو مدحوناه شمريد الصومالي لان مدنى أحمد محمد سلايو اي وفت بلارن او هقامين اي او سفر شغو كوتا غي مغالا مدح دا قبل كا اوضل اي بورما وشدد او قوين اي مدحوناه شمريد الصومالي لان او سفر كيسو سلكا كوها اي اي وحايا حايد كغيب قلقا سيديد بغول إيا صدح ينحنا الأرضي أو كتن جبين سند كان شامعاد عمود كل يديد كالدوان مدحونا سومال لان إيا وفتيقي سمركي أي قارين مغالا مدح دا قبل كا أوضي ليبور أما قارهان الدولاد كمغالا دا سيوحا كغور يمي مامول كا قبل كا سي ددوينها وها قراد كا عقاشا سلادين تا أرضي دا كغلين جبين سي سند كان شامعاد سي عمود أو تريدو آدو بدنايد مدحونا سومال لان وحا لوغل بير دينا شامعاد عمود او kaga qayb galayay dufcada 14aad ee ka qalin jabisa jaamacadda Siin waxa si diiran ugu soo dhaweeyay markii uu soo gaaray waftiga madaxweynuhu jaamacadaasi maamulka jaamacadda Amood madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka qayb galay intaas ka dib xafladaasi barnaamijkan ayaanu ku soo qadan doonaa dhamaantiiba ku soo dhawaada الكريم يا رب.
كما هذين عنا وحكى الله حسد له مدحوينه اليوين لجوغا وحكى العرضي كأها وما تعي سلو مدحوينه سوف فريستي وحوية وحفر حضر أبو فانويا تاسين الله مهد ويوك نصيب ويا شرطاو هلي نعنو هذا نصيب إنو أيو دوار ليا فسيح سيها شركة نسوين من قالي جبنتا ورا يوف ريا هاي نبطنا الله يوات كيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم سيدي حاجي أحمد بن سعارة وأنا أقول لك سو أقول لك أنا 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 أقول لك iyey iskuul kaagi aduu aad ka baxday ba kugu soo dhaweeyneena adiga iyo madaxda kale ee kula socotay xukuumadda Soomaaliland ka tirsan iyo sharaf dadweynaha sharafta leh ee ay ugu madayeen maanta ardayda iyo waalidiintood oo gobolka Sanaag ilaa badan iyo Soomaaliland inteeda kale oo dhan iyo meelaha kale ee geeska Afrika ee Soomaalidu degan tahay halkan arday ku leh halkan ku soo nagu soo sharafay una yimiday inay institution ay ardaydu ka qalinjisay maanta nagu soo sharfaan iyadoo ay marayso sanad guuradii 18-aad oo inta hal baynu ku soconaa un hawl fiican marxaladan maanta ama xafladan maanta madaxweyne waxaan si sharaf si fiican ugu soo dhaweynaa anigoo magaca jaamacadda ku hadlaya ardayda ka qalinjabinaysa halkan oo iyo waalidiintooda يا قرابة كلا تأكلين ترتي كل يدها وحبري أيوة قوة وحبري إسقلا دبا بهذا وحبر الشدة وكيل وزير كوحبر الشدة كوكيل هاي أنت أمد سو رئيس مال لا نوردن أمك هم اللي هنا أمد حويني كوكيل هاي إن أنت سو دواتك وحنو إذا أمك هم اللي هنا جري جنبا للي يرى ما أنت هالك مرحلة تأسو قاعدين أنت لبيت غارتوت إلى سجال سنة كان عدن كتير وقولا ده ماسس وهو بدن ماسس تجري جاي دخاتير تايا وهو بدن سجال سنة هو كنا لبس سنة لبس سنة إلى سجال سنة كتيرين يدو إنت عيسو هالجمعين لنا له الجمعين هل كان كوبات والد كلها أيام نصف فرحة إذن كوا إذن كوا بليارنا وحمان تا إنه هم بليار ده ودكتيه إن والد قال كل ما أنت سافر يا إن قال قيب قليا يكو بور ما تشوغي يكو سومال لان ودن كيبي يكو ودن هذا جيس كافر كتشوغا إن يكو فرحيان إن المنطق وفا مركو واي وحب السادان بمينه سقوستا أما مركا يحولوه دلان حق سلان ودقا كي كلا نوك علي أي أي فرحان ما أنت والد كان يوافر حسيني حي واحد شرطة والدين الله قبين تاه فرحة الله قبين وعروتو دي أما بطا عد مرميريا أما بطا عد كم تعدنا إياه أما حدودها يورو مرميريا ولما والد ولما وايك كلا لما أنت كوانا وانجع عينا إن أبد كايلة هو بدادية إذن كان والد كوهم بليين إن مرا هاي دين جوجي تل كوجي جوجي إذن قال يجبيه والد كوهم بليين إن ماذا هو إن دفع دن ما أنت واتي هو بدنا عمود إن بس تك قال يجبيسا ترى ده واحد أنت هاي سيدات بقول يستدعي هي اللي حضر أرتيل ما أنت أنت هاي kooxdani waxay dheertahay jaamacadda Cabdi markii la aasaasay marxalad waxa lagu aasaasay digriiga hoose digriiga koobaad oo maanta ay marayaan 13 kulliyadood waxa maanta marxaladii labaad inoo bilaabantay waa markii ugu horeysay ee Soomaaliland dafcad master's degree haysata oo tii ugu badnayd ay ka qalinjabiso 7 kulliyadoodna ay ka qalinjabiyaan tiradooduna dhan tahay 54 أقول يهان وماس استجري قاتي ودل كوجي كو قاتي أو أن كدعين أما لم يدا كوا أفريقيا دبري يجلس كأفريقيا وأما قارك ود كبا في عمر رنتي مركا ديكتو تاس وهاي عمود ينبس كده جيسا يعني ترتن كي يجوا هاي نون ترتن وشيرة آخرة والله ترتن ويعيف كنا والله ترتمي إن أنا سمال لنا كده هيجون ترتن كهاي نه
انتر تنكيه ويهي مانتا منطقة قبل كجيس كافركي يتباريبا ايو دولدها عالم كوكوة انو اسكول دي قدنهين يسولو دولنه هدي انكو بلابا واربحينتا ارده دا اوغسو هرسي صفك هره شاني افرتن كان ماسس تقريقا وحا اوغسو هره وحا كتيرا ماسر او فاملي مدسن انا دي شرحة تاير واش تخصص كي اوغوانا اكسنا اي دل كان كوها بونا صدح سنة يدي قلنا يوان نمال نخاتيرا او اه قبل الله دلك انتو دا بدن انتي اي كسو قرد كتيرا تخصص كا اساقيه وتخصص سومال اللان ابسلوتي وقفي عنك وقفي عوهي وحانا وهي هالكي شن دختر يكتك الى هين دك مدى دختر كونا حول كان لوب بهاي او كو بدا تخصصي دختر كي عروري بدا كو تخصصي الى حد دختر كي انترنال ميديسن مع عفمات كي قول دختر كي عرورتا دختر كي هوينكا او مد قرى اللي سقدك هالكي شن دختر كا قفتي اللان بهال دختر كي قولي كا ايو كا قل اي هالكاس هالكاس وانا تخصص dalka mareykanka aad looga yaqaano ugu badan isaga in fact original soo sponsoreey yurub laga yaqaano olkiina yurub ee waliba xagga ingiriiska ka yimid waa magacan loo yaqaano family practitioner soo ku loo yaqaan way fadhida adna aadan iyada ugu hor qoysatay oo runtii iyada lafteeda aan rabnay in isbitaalkeeda haddii laga furo waxaan jeclaa annagu dhakhaatiirta way idin soo saaray waliba waxa tababara ila toban iyo dhaqtar oo wada shisheeya oo sideed ka mid ah dalka Mareykanka timi iyo Finland iyo Germany oo tababar fiican oo siduu baaqaysa marka waxaan jecelahay in qaranku naga gudoomo anagu waydiin tababaraya shanti ugu horeysaba hadda halkan soo fadhiya maanta in ard dhaqtar walba gobolka geyalka laga faa'iideystaan maanta anagu soo rekomend gareynayna waxa iyaguna jira oo ku xiga degree master of science in reproductive health oo dalmada iyo ku shaqale nursing-ka annaga iyo jaamacadda Hargeysa jaamacadda Dowladan oo dalka Sweden sidana maal gelisay online lagu barto lix ardayba halkaas soo fadhiyo masterka u fadhiya waxa ku xiga master of public health oo waliba promotion public health promotion oo sideeda iyo public health epidemiology oo iyaguna sideeda waxa ku jixiga Master of Education in Curriculum and Management oo saddexa waxa ku jixiga Master of Rural Development Master of Education in Policy and Planning waxa ku jixiga Master of Business Finance haga maaliyadda oo hal ah iyo Master of Business Administration oo man project planning and management oo iyaguna sideeda intaas waa intii master's degree-ga kulliyadahaasi kulliyadaha kale ee undergraduate-ka ee halkan soo fadhiya waxa maanta qalin jabiyay bahda waxbarashada oo degree ah 172 diploma waa macallimiinta 144 business or administration waa degree-ga waa 105 diplomahana waa 22 dhakhaatiirta waxa weeye 23 dhakhtar beeraha 88 beerayaqaan computer science 44 diplomahana waa 4 waa 5 engineering civil engineering waa 44 electric engineering waa 22 nursing iyo umulisayaasha iyo suuxiyaasha waxaad ogtihiin dalkan haddaad isbitaalada tagto waxa inooga shaqeeyay suuxiyeyaasha oo dhan waa shisheeye ama Ethiopia ka yimaadeen ama waxay ka yimaadaan Kenya Amud University labadii sano u dambeysay iyada dadka marka la qaliyo dadka suuxiya ee universities-ka iyaga halkan ka soo saarta maanta marka bax weynta isu dagta dhalmada iyo nursing-ka iyo suuxinta waa 64 waxa kale oo ku jira iyo midwifery oo ku jira shariicada waa 16 garyaqaanadu waa 9 dhaqaalaha waa 44 ilkaha soomaaliwooda ilka beeshe camuud oo qunaan laga soo saaraa ilkaha iyaguna waa 9 laboratory technology ama farsamada shaybaadhka 22 pharmacist walaa pharmacist waa 12 public health waa 7 wadar isu wadaagee waa 800 iyo 3 waxaan aad iyo aad ugu ilaahay ka sagoo maad celinaynaa
بهذا عمود عمود ينبستي شغاله هيجا بروفيسور ديدا ماملة ديدا رنتي سدف في عاني سقطوبن إتشام عدن إنتي لبلاوة إلى مانتا أيضا سكر كم قال ميل أمبلود لغو أقون قبيل لغو أقون أردت أنا سيد إيجو أهان سيد ودوك الأسوة برباري وحن من حوين السنة كي لوغو دنبي أفكوس وسنة هرمر في عمبا نقارني وسيد وحبر الشدو أي تهي وحبر الشدو إنكريمنتال ووحي سبير سنية و أن سيد الدارت الذي سيكون مرقور بوك لغا سينين سنة دول بين لغو كردية إنو قيمين إنو كلية قفقا سي مرحلة دا مرقور لما سوحو قبان كرو مركا سنة كي حد النغتقي وحيا بفي عمبا نوكر لي وحاوقو أكساد حد بميشا كسو عركين مركا سو مريسين إن دسمه يوغو إناء اللابيريري حد حد القلقة لسي آد وقروح بضان إلهي كسكونا وزارة مالية وزارة وحبر الشديخ وزيرك وري وحبر الشديخ هذا وزير المالية ده وسمسم عبد آدم مر وسمسم عبد آدم أغلق نور لستي يلا أورنتي حرير ونكسن سان دي بكشيك الدولة شام عادة هردان لا لحي أيا هدنا عمود ما دام أي كسو الفوقتي حرنتي اللي جمع الجليني هي أدو كبضنايان أما دولة دبا أي رنتي سي تشوكتان نوغتا كولين جرتي بسمها لايبريريغا أو عصب أو أن لوان الفريطان إن شاء الله مركا ولما يستيرمو إنت يرى كردمان وها أتصور كره لا نسكيب كتام عدا وصف على الوضع يعتري للكي للرجو بيري أيسكك عشرين كو مدحتو يده ومدحوينه فليه نصو مريء وزير ك مدحتو يده رنتي أو يده ما حق النقاله نجت هاكل نجت هاكلية يو كل يده هي أرضه أو يغلفتو صف على وجود دقار أنت وها كلو وحوي نوكري كباسيتي علم باريس كتام عدا أو شامي عادي مركز الدين كيكتوى علم بارس شامي عاد عمود لولا البدن بيكغط تلابسة تارنتا ويكم ديهين بيارها عاصماتك وحبار الشدة وإنك تاكوليين والمساريع بدن أي كسعلان بيارها هي هذا داي أما يوسيدنا إنك تاكولي سي إيقاد سيدة صدح ذاها يدود وعاصمات ذاها تاوتن بيسي سيدة ودكتين ودكتين نوحكو بدن مكا عذر كم والدة كلية لها عاصماتك دكتور ولد ماذا كي يا برينسيبال كي هاي أي مكا تجابه كلية حافظ الشيخ عثمان إن سنة ده بدل لك الشقين هي ودت كي السلسلة إسنا بريها اللي هو قالي إما كان بدن كودي أي سوق تشوغان عاصمات قبان شقيستان هدنا مشروع كلو وين وكسعده وصدح سنة أي سيدة أما سويدش انترناشنال ديفلوبمنت ايجنسي أي نغتا كوليسو كان الشقيان وها قرب حد خاطير هي إلى أفرية أفرتن كالخالية نيرسس وعن شقة كلا قبنا تاو قبطة وها كلو يدنا رنتي أن قلت الله بصرني سيدو هاد الدوينة هو شيء فهد فهد استاق مرة بعد ما دحوينة ورتيسة وأن سام عبد وآلي آدي ونو قلت هاكولي فهد وكرد قلت سام عبد عمود ما أنت واد سام عبد قرى إسو مال اللان هاولي هيجي أوردني أي وده كمبيوترايزر هي أردو يسقو عرقابة شوغا أردو يسقو عرقابة شوغا أيو إتحان كيسي باسورد بولي أيو إتحان كيسي هالكا كي يغن يسقو نالكا بايمانو معلم ورغضا يتوسي يعني واحكا لكو ترين كورسيو قادن لها كمبيوترايزر بكيري وحالو حين مالية دي كام عد العمود ما هفوتر رسعيو هاني وده كمبيوترايزر مركا فهدو أردت الكمبيوتر ساينس كبح لسيدة كما عد عمد ونوق هذا ما أردت أقوفي عن كل بإنتا أي سنة كهاتي شغل تكتو إساقه سنة كهاتي قادنا اللي بصنا كهر تيمو مدحك إياه ما هو ساقبتي أنا يرأي ذن كدر أو يرحق ورانه فهد أردت كما عد عمد يبوه الله كتن يبوه أها هل كانوا لما يسي دبعتو هذا هو بحث كما عد عمد وبورم وسومال لان عمود مركا يهانا قاضي يضع عصيب بدنا إنه جينا دين مجالد هرجيسا
إن أنا حرونك لك فري مجال هذا هرقيسة وبوست جراديويت كاسة أما دقيقة الله بعد يلا أرتدي سومال الآن إيه دقيقة وراها يستطيع هذا فربنا تهاي أيانو يشد إن شخص تخصص كنا نقول ترى هرقيسة نواد أفكوس وعاصمة دي وماركت بلادن مركا جامعة هذا الدرس كي وريبة عمود أي تيار دار تيار هذا كي والله فرتين دي عمود بابا وجه حق لين الدت هي هرقيسة ما هو برتو waxa kale oo aanu international exposure kayagi ama amud university hag caalamka muqaal keygi koro kacay sida raro iri madaxweyna anagu ismaxayseeno sidan ku waraabeen walba ilaahda imka sanadkan bishi u dambeeyay anaga lafteeda wax oga yar dadka ogeysiinayna barnaamijyadan u maneeyne hadda koornaweydan maqli jirin imka sakal soo dhibaanu qabnaa oo dadkan u sheegayna waxa aanu hayno anaga waxaan hayeysiya waxaanu soo saaro dadkan oo soo saaran hayeesiye marka jaamacad waxa kale aanu meesha ka soo baxay sanadkii u dambeeyay jaamacadaha geeska afrika ee gaar ahaan kuwa af Soomaali ku hadla la qiimeeyay santii sanay u dambeeyay oo lagu qiimeeyay hawlaha ay qabtaan iyo research-ka iyo website-ka waxyaabaha inta ay ahaayeen amud ba koo wanka gashay waxa kale sanadkan ku talaabsanay in aramka la naga aqoonsaday dhakhaatiirtaan soo saaro oo WHO ay ku dartay liiska iskuulada dhakhaatiirta la aqoonsan yahay ee Cumud University lagu daray oo dhaktar Cumud University ka qulay hadda taan macnaheedu ma aha tahriib oo ka yaa galow ma jeedo waxaan u jeedaa qualification kalsooni waxa idin ku dhay aqoon kale marka dalka gashaano shaadooyin kale ma ku heleysan iyada laftee waxa taasaan hadeer lahaa waxa ugu gudbiyay bari oo hadda afrika oo dhan anaad karaasiyada iyo tiirada ayaanu aad iyo aad u socday marka sanadka soo socda shaysan in ko tayada waxbarashada aan hagaajino oo aanu certif of tiran uga u dhigno componentska waxbarashada academic aanu kor u qaadno wax la yiraahdo minimum standard oo ka wada shaqeyno jaamacadaha Soomaaliland oo dhan xagga commission-ku ku baahin doona runtii inaanu intaar ku talaabsan waxa kale oo qorsno qorsheysan biidnillaah waxba wada biidnillaah in aanu dhisno aqal weyn oo wasaaraduna laga qaabi doonto insha Allah wasaaradda waxbarashada wasiirka ka hadlay in saaha aku eka PhD dana waan u gaarsiin xuduudda jaamacadda oo runtii waxa weeye in hunguriga dhulku iska badan yahay dhulkaasi waa dhul dan guuda in faagna ma aha oo keliya munishiibi inay shaqo ku leedahay maadaama jaamacaddu tahay jaamacad heer qarana dhulkaasi wuxuu hoos yimaadaa oo in kaartadeeda ay sugan tahay madaxweynahan aan ku codsanaynaa inuu noo soo diro wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta inay dhulka maamgarayso annagu waxaanu madaxweynuhu garanayaa dhulkan labadii iskuul ee Cumud University baa dhulka lagu wareejiyay labadii iskuul ee Secondary iyo Intermediate baa lagu wareejiyay intii aanu ugu nimiday 97 intaan ugu nimiday halkii bay ku joogtaa bal inta dambe hayno dambeysay in inta la sharciyeeyo la joogtay intaasan idinka codsanaynaa waxa kale oo aan runtii manhajkana dib aan u eegi waxa kale oo nusleenahay iyaduna bilaaba barnaamijyo waxbarasho oo ku xoojinayno intii aan kari karo waxbarashada gobolka iyo tan Soomaaliland waxa kale oo aan nusleenahay runtii qayb weyn ka qaata waxbarashada dalka madaxweynaha way isku wada xilantahay waxbarashadu primary-ga iyo sata hoose iyo ta dhexe iyo secondary-ga iyo jaamacadu waa barasas qura laakiin layers uu kale ama la kabla kabo kale leh isku mid qura haddii mid uu dhaawac soo gaaray inta kalena way soo gaari waxaanu jecel lahayn in la isugu tago inta hoose dhexe secondary-ga dabada jaamacadana loo soo gudbo marka dambe waxaanu isleenahay in aan la ilaawin waxbarashaan ka hadlaynaay beri baynu gaadhnay in waxbarashada xagga dadka waaweyn ay kor u kacdo aad ugu kacdo literacy-gii hoos ama akhriska iyo qoridda xagga dadku waxoogay wuu inaga yar dhaawacan yahay imika oo hoos u dhacay waxaynu ku mashquulnay iskuulladii soo celintoodii after all dee waxaynu ahayn dal burburay inaynu iyadana dib u soo ceshano iyadoo intaa warbixintii jaamacadda ah waxaan ku soo
وحن كل جزينا يا إن أولا إلهي مهدي كبعدي أنا هذه أدوم هالنغنو جمهورية الصومالان مدحوين هيجا إيوه وزارة مدحتوي الله بضبع ورنتي نجا كلمة يصير هدول كذتي العتي النقطة اعتري نولك وزير كي وراء وحبر الشرع وحوين سمسم برو سمسم عبد آدم وحوين على قبطي كان عذا هذا الرنتي إيوه وزير كعصب أو يستصف عنه ولا بلابي لبضوا بايا هاينا بحضوا وحبر الشلع إن يروا هوسنا كحريق لبضوا بايا معلن وها مركي أي كان عدى هيفكي ألقي كان عدى لما ريي أن نفتين إننا إنا نسكاشي وزارة إنا سيب الله رينو وحكالونا دي أدوم حدنا قينا جمهورية دوحة نوسي بحضنا قينا كان عدى عمود لبضي السنة ودن بي ما القليها أقوه إنا بوحا جمهورية السمال بي هي ما هاي هي هذا كلام يميل كلام كما يمن وحنو ما هاد علينا إن أيه كنا هي هذه هي كنا نصوى قرقاف كانوا في ذي كم يجين سيف ذا تشلدين وهل كان عيد كفر نذو إيوه إيوه يوروبيان يونيان كا وزارة لها سومالا أنا عافمات كا بيرها مالية دا عدالة دا أو أنسكا كاسنا ليجل كلينك ليجل كلينك أي هولا أنسكا كاسنا إيوه هي هذا هنبت قليه ذو ما أنت تلياشي جود باي ولا فرديان وكان عاد سيفي عن الشقية وحكرون آد وقوم هذا قلنا هذا إنجوية إنترناشنال كا إس إف يو ميرسكو يا عمود فاونديشن دا إنترناشنال يوسيد إيجاد سيدا ثاتي يا كينغ سكولر وحن آديات وحن وقوم هذا قلنا أوكله قبل كان ما بالكيسة دولة هوسة إذا ماذا محكمة ذها أنتم بقى نسيان كعن وينو أن لا أنتم لا نشقين كرين ما هذا وقوم بلارن أنو قبل كل شيء جزين إنه ديجان كان عمودين ودت كبيرة لدي ما هدت كا مقالة ده وحوي العق دول كتشعلو وحوي هنقولي قهيا إيه وهل كي أي كتشوجين بريكم مدحوين هو أرض جاها هل كي بكتشوجين وري وحبر دول كما يقاضن إن جامعة وحنو بقاعدين إن تدوين هالسومالا ميل تشوجان باحترام كأي جامعة هسيان أو أي جامعة عمود كو كتار إما كمر كان مثلا أنت كده بربرتك نو أنت عيدتك كذا لبا عيشك وقعدت أي مكان لبا كوني أصلح بقوله كرسي وما أنت كوفر ندان بربران كرسي سوي تجني قال لك يا رصد تجيب اللي كده بيمر كل اللي سامي عدى عمي بلا عشون لاف كي يقعد فوق ونصد رنتي ما يل أن تجنب عينك أصلا تام عدى الله سرفا هذه أدبان اللي يكون ما هاد عيني لنا بدن كعود وحنا إذا نكو علينا إن تاسوك لكم بكيشك وحنا إما كل سوق عربية وقتي وحنا إسلام هاي أردنا ما أسر السجريك قادتي أما قادنا إيسا إنا إستاقا أجوي كوردان إذو كنا إستاقا بسم الله الرحمن الرحيم إيادو أي وحوة لما كسورة قلان وقلان شاها إلهي بوينة إساقو وليبا فضل علمك واحترك واحترك له إيوه علماء واحترك له لبضا به قوصل أنا أقول تحرى عيا قد أبقى سنة يطبناد أرتد عمود وكام عدا عود السي سنة كعود السي إنا يفران دبار منه معاهد إيو كل يدو إيو تخصص كيغا عودنا نو السي إن أنو أريدين كيدي سينا أما دادك سينا شهادوين جامعات أما ديجريز دبلوميال سيرتيفيكيت أنا أقول تحرى عيا مرك فرقة أي كل هذه نصوم مرخات الفرين ونا قرين حفيز كديوان هي هجود إن أساك أبو حسين شروطه لقى الله قبحنا شهادوين كتخصص من الله ليدا أنا أقول تحرى عيا ورقة دو قري ديوان هي هجود دوم يحيين كواح برشاد أي جامعات عمود وكعدين أيه مرك فرقة جامعة ذها كل هذا هو سوق بيجي إسمه وكرة عين مرق فرقة يضوى أنا قلت تحرى عيو قدام بين ورقد يوي سوق وريج بدو بحيانك وحبر سيد كام عدا عمود بشن عن كل رأيك أفر يلا بعدين كذي وعدين أيه أنت نساك هل كاتهجني إن أبو حسين شرده اللوجة بهنا تخصص دين أيه وحي كام عدا عمود ساعد الله قبل أبو إذن أقوم ستي بصفة شرعية إن هاي ستان شهادوينك
دبلوم دقيقة ذي دبلوماسية صلح لرش تخصص كينا شهادة الشرف هي كرامة هي حقوق هي واجبات بيلاد هاي وحي حقوقها هي كرامة بيلاد هاي قرن كأكل ذهين ومدى كل ذهين مدحوني وكيل فيا وحي واجبات وحي واجبات إذن كو إذن ساري هاي ومدى عارين كل يوم مدحوني وكيل فيا وح تردارن بدن اسمه كان هرين هرين أو تردارناي وحقولون ساك إذنكو أنكو كلا تجينا هرتا كو وريكتوين كإلهي فلية أوامرت إلهي إلى إله فلسان وحدين فلية مترو لبا قرن كان إنتي نالك أشوك تساك منا قبيل وحكم صابرين غير هب النمر عدنا وحكم صابرين أما وحيس وحيس كاش ذي والدين تين هي قرن كسمال لنا عمودي كم تاه إذن كنا قبيلة كلك منا تاسعي تختار دارا صدح وهكذا هذين شام عدير مرجع شام عدو أو إكتو نلاش ويرت هاي إنك صدق شام عدو الله يكاد شام عدير ما كبه هذين شام عدي وين النواب هذين ونلاش أولا وأخيرا إلى ورشة سميسة كل بحال كاد مريسان أقوم تنا كورسة تون نلاليت هي تو أكاديمي كلا بضوا وقدم بين مش هذا دكتور بقى واحد ينتشر ياش عمودي نبستي أخلاقيات كين حاجاتية عمود هلا إذا كنت عوض إذا كا والخير قبياسني هل جاي كيما دين هلا إذا نراه يا الله إذا نورن هي إن كربو ين كده حاجة كيما دين أنت أسرع إذا كنت تدارينا وأتفريسان كرتان ماذا هو إنه وربحنتي جامعة عمود يا ساك وانا جينتا وبالله التوفيق three-year program. They worked hard. They spent many. They have succeeded in this course. They are specialists in family medicine. Surgery to deliver the baby, all of these doctors are competent in that surgery. If you break your wrist, they will fix it. If your two-year-old son has a cough and a fever, come to one of them and they will make it who can treat every individual in that family as a whole person. These are the doctors to pick from. So it's a delight for me without any hesitation to present these graduates to Umud University as specialists in family medicine to be granted the degree of master's. Thank you. علمي باريس إلا سمعيو إيو إن تلوين أي بحيسو جامعة دو ولي بكو سابسان حقا هرومارك هدي أنكو هرريو سكول خا وحد اللي يولحين تيسي مدحوينها جامعة دا بروفسور سليمان أحمد كوليك وحان كو داري إيو كتاقي ما كو داريا كون نقون مايا تيرادا عرضي دا كان جيبين إيسا كون نقون مايا بروغرامي دا حد تخصص كو دي لغا كان جيبين وحان كاب بلابايا waxaa jira saddex program oo cusub oo aan ku soo taray oo sanadka hadii la haydmo bilaabaya bisha October ka dib saddexda program waxay yihiin shariica and law waxaan isku dayaynaa inaan upgrade gareyno culimada wadanka in aan upgrade gareyno iyadoo aan la kaashanayno jaamacad ku taala Suudaan oo la yiraahdo International University for Africa oo macallimiinta soo diri doonta dhammaantood wada PhD khabiir ah. Waxaa soo kordhinay program kale oo la yiraahdo ICT oo laba u kala baxaya Computer Security Network iyo IT Management labadaas ayuu kala baxaya isaguna. Waxaa soo kordhinay isagana Pure Mathematics. Waxaa isaguna hadda codsigiisu miiska saaray oo dad badan naga soo codsadeen public administration oo isagana afilayno inaan xagga dambe kaga tafay insha Allah inta hadda ka gudbo wax kaliya oo ka hadlaya
tayada ayaa annagu ilaalinaa tayada sidee loo ilaalinaa si practical aan doonayna uga sheekeyo ardaydan postgraduate ka qalin jabinaysa waxay soo qaateen 15 koors qaarkood badna waxay soo qaateen 15 koors koorsooyinka markay dhammaysteen waxaa loo diray waxa la yidhaahdo internship 8 week ama 2 bilood oo wixii ay theory-ga ku qaateen ayay practical ku sameeyaan waxaana loo assign gareeyay organizations-ka la xidhiidha takhasusyada ay barteen waxaa lagu soo supervise gareeyay ama waxa weeyaan waa laga dilo tagay oo macallimiinta ka dilo tagay si ay u soo qiimeeyaan bal sida ay u shaqaynayaan 3 jeer oo ardaygiiba lala fadhiyey 6 saacadood isu geyn maalintiiba 2 saacadood waxa intaa dheer koorsooyinkayna qaateen waxaa ku jira ardayda 2 koors oo la xidhiidha xagga researchka mid waxa weeye research methodology iyo statistics marka ay qaataan ardaydu waxay bilaabaan proposersiba bilaabaan waxaa gaadhigareeya supervisor arday kasta kadib marka ay soo dhameeyaan 3 chapter ee hore ee background-ka literature review-ga iyo methodology-ga markay soo dhameeyaan 7 xubnood oo macallimiinta ka tirsan ayaa u fadhiista dabadeed way difaacaan kadib markuu ardaygu difaaco waxaa haddana la eegaa instrument-ka ama questionnaire-ka interview-ga ama focus group-ka wuxuu doono waxa sameeyee instrument-ka uu isticmaalayo validity-giisa iyo reliability-giisa ayaa la eegaa haddana kadib marka la eego iskuulku wuxuu siiyaa waqad buu siiyaa oo fiilka ku taro daatadu soo ururiyaa marka ardaygu wuxuu sii wadaa markaa buugga marka uu buugga dhammaystiro ayaa waxaa dhaca markaa ugu dambeynta difaaci weynaa oo buugga difaacay aniga oo ku hadlaya magaca ardayda qalinjabinaysa ee jaamacadda Amuur cabirayana dareenkooda ku aadan munaasabadda qalinjabinta waxaan halkan kan uga hambalyeynayaa dhammaan ardayda qalinjabinaysa ee jaamacadda Amuur waxay noo tahay maalin taariikhi ah oo aan xusi doono dhammaan ardayda qalinjabinaysa halkan mid ayaan oran lahaa ardayda qalinjabinaysa guushu waxay u baahan tahay in laga mid dhaliyo taasoo ka xiran in ay naga muuqato waxaan baranay waa inay wax ka bedelaan nafteenna waxaan leeyahay ardayda marka aynu shaqo raadinayna aynu ku raadinna aqoonteenna iyo kartideenna sabirna aanu yeelano qof walba wixii ilaahay u qoray marna waa imaaye maanta munaasabadda qalinjabintu nooguma koobno un qalinjabin oo keliya laakiin waxa noo dheer qalifiiqasho waayo waxbarashadu ma dhammaanto maanta waxa ay farxad iyo raynrayn u tahay waalidiinta dhalay intaasoo qalinjabinaysa waayo waxa ay la soo garab taagnaayeen dadaal dulqaad iyo karbitaan dhaqaale oo ay ku saacidayeen in ay ilmahoodu wax barto hooyooyi iyo aabayaal waxaan ku faraxsannahay horumarkaaad maanta la gaarsiiseen abaalkiinana ma gudi karno waxaan leeyahay allah iga abaalmariyo waxaan dareemayaa waalidiin badan maanta in ay gurteen geedkii ay beerteen midhihiisii aad iyo aad ayaad u naasantihiin qalbigiina raxmad ha nusheegso aabayaal iyo hooyayaal waxa kale oon u hambalyeynayaa maamulka jaamacadda Amuur oo ugu horreeya profeser Saleeman Axmed Guuleed oo hiil iyo hoor naga garab taagnaa tusid iyo tusaaleyn wax nagu baryay waayo Amuur waa hooyada jaamacadaha Soomaaliland taasoo tusisay in ay aqoontu tahay ma guuraan ugu dambeyn maadaama ay madaxdii dalka ugu sarreysay oo madaxweynihii hogaaminayo inala joogaan waxa aan leeyahay waxaanu nahay dal ordin ah oo ayna dowladdiisu dadka wada shaqaalaysan karin haddana waa in wasaarad kasta ay dhallinyarta jaamiciinta ay intii awood u leeyihiin ay ku xushaan aqoontooda iyo kartidooda waayo waa jiilkii mustaqbalka waxaan jecelahay hadda inaan ku soo dhaweeyo wasiir hore ahna arday maanta qalinjabinaya oo master sinameeyey waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirkii hore caafimaadka
دكتور حسين محمود محمد حسين حسين. حلي جاني مكاني شوفنا مناسبة أنا إنه أفرض إنه وقت جاي دي أستاذ حسين دوت كسو وريكتي أيا هل كان بروفيسور سليمان كذا واقعي إن أي بلا بيان دقيقة قالوا هذا شو عم هذا في ليا عم رح وينوني وشوفي أنا بنا أنا بام سوق أنا مكاني وصير كعفمات كمان شوفي بروفيسوركو waxa kasoo sheekay taariikhda ay amuud guud ahaan ku bilaabantay iyadoo ah jaamacadda ugu horeysa waddanka Soomaaliland wuxuu ku sheegay inay indha aday ku bilaabeen professorku sharax gaar ah uu ka bixiyay ama definition gaar ah uu siiyay indha aday iyo wuxuu yiri adiga oo aan waxa haysa jirin inaad wax bilowdo ayaa indha aday laga qaado qofka indha aday taasaanu ku bilownay buu yiri هل جامعته يدبر يلا فرج أي قلب أذي كم بلا ذي قلب أذي كلام بروفيسور هو كوش أنا حي أذي هو حوار إصلاح يا إنا ترى تنوح بلوده وين عرقنا يا ولد ما أنت دفع دي أثر التوناد ويان إن أذي جي لو كم بلا ذي وهو كل فين وقول يستو أو دفع دفع دي أثر التوناد وصوت على من وإلى مادي دفعنا فريق تبغى لنا انتقلت لسنة وحلاية هم بليو نسيب ناكسنا وين جرتيني سليمان سرد سنة لوت مركا مدى يتصور يكتلو الشيغيين وفريو بس كنات يوت استدقاء او يضنا ويدا عضي جب فريو ايدي نظرتي عنيقا ايو حق ايو قبلها تنفردي عوا وحانو كم من مغني إنا نتشابه بين عضي كتلت عضي نوعا نبراتا أنا نقول جروب كتشابه ذي العذيكة بوست كراتيوت ستديكا الحمد لله سفي عم في عم أيا لو أقول استي بروسور كريم أبو تام عد آلي أبا هو ما نقينا دي نعم في كالي أي سنية بردو يدون سرقنا وحن فرد يدون تتعرف سنية بروسور سلامان دين دعوة كتير شيء أنا أحبه لولو لو يمكن تأكل دعوة كتير كلها إيوه قلب عادي كتير شيء سوى وحد حدي دبض وربا حي وطن آن دين آن يا أف آن يا دقن آن مدن آن لو ذاكي وحكو صوب برتبع ما أنت قياسي كرا يا مين ما تكورا وإله المهدي والله إذا بس كرات وريت استدقاء أنا يلا وقفوا هر إنسكي يبا دي وقفوا بين وين تكلنا دي حفظة عليك صوب كلها يبا أنا قلنا خميس دي كان صوب شغيا أيان كني كتبسوا عذاب سورة خميس دي شمع أيوة بلين تري تاسانو قول كو قاعدي او يلا نو سورة كشينا مان تدانا ودلو او يلا عبو رفين بسيو لو دي رفين بسيو يعني تلو بحر او نو بس نو دي سيدة سنو لو سوق رناني نو سورة كشينا انت عادي كعشاء برسو في السبيل ونو سورة كشينا وانا مهانا بي كان عدها مقعيضة بطن دبالها كتيرا فانا الله ما تشيرتوه وحبه وموهي waxay barteen baa baranay waxay barteen baa waa baranay waxaan leenahay nin baa uu xoodo jiraa laa naxariisay caaqil ahaa oo odayga xariirada ahaa jif caaqil ahaa aniga xooga xariirad xamar iga wareeg aniga chaan aad amur haa faari iyo kuwa ma jirtaa oo wanaagsan waxaan ku soo koobayaa inaan u mahadnaqo maamulka iyo macallimiinta جامعه عمود سيجارنا عن ما نقو سكول اوف بوست جرادويت ستدي مامو كيسا يا معلمين كيسا وحن سيدة بقول ارتي قرن شبينا ان كلو دردار بلها فرصه ده اسكلو منين وحي اي اسو رجل يسو
أكتوبر يكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن مدحوينة كسر العود دينا دكتور ويليش عيال تبطلن شعر عضاك سوري حيكي لكن ما انتو حالك هنا اني تشروقان هل كان قبل افرا بضن اوردالي دولة من احوين عضاك جيان بريد طولية اوردالي دولة معلمين تبريد طولية ونقوم دونها دون طولية والدين فرحات قرن جميع شكسو خير جلسة مكاو حفلة يا اني يبريد مانتا يبريد الحوين اسم حضون تاجي كيف السنين بها حضان تاين تاك يسو بيكو وحن آدي يا وحن بلغينا يا جامعة عمود قال هان أردينا ما انتقل انتبليسا وحن هلكن وقنبر خاتكا يا بروفسوركا إن أردينا أولها سفيران نوتي كل هلو صدح قبول الله صمرو إلا أنه هلتين ونكسنا رجلي آدي يا دوال جوكما هدقينا خاصة قوة عافيماتكا وقال الله بركة أبو ساحل بكروية سنك آدي آدى نقعان وقه اللي أرطيني هل كان كسوا بحضي رمتي سيدة ترتيد إيقونا إلي قوة ورغطتي مران مران ومبارون دردار ميا هذا البلان ما تورن مينو واذي همبليين إن أيديك يو والدين تبو حالين دي رجيني إن أيدي النقطة غار دل كود يدد كود ما أنفع أضياش الحسين يو إسماعيل يو ألقى كم وقضي رك بضرو أضيالا كم وقضي دي قلت إذا كان الله وين أنفرنتي أنو كنت يانا أنو رك سوك نبان إن شاء الله رك بضن باو هستطع لي تونا يران تقوم تاي واحد سوى دوين يا رسيد كمالي ده سمسم عبدي آدم وحلاي أرضينا يا والدينتو يا معلمينتو ذا حنبريو أدب الذين حبرين لنا إلهي بقص من والدتي من مانتا جب جوا يا رحالان إذن كون قل جبني فرحنا إذا كلا قيم كلا بعد الصحافة إذا وصلنا يا وحن أدب مفرح سنة هاي إن مانتا عمود وحي كميتها هاي ما إيش مرك عطور بشدد جرا والدي أدرن تو جامعة وحد رأي مسأينا جامعة شوتو إن شوتو ما روح برشو إن شوتو ما أبغى نتالو أرضي ذا أخلاق ذا ينفعل من كبر كتوب شعمل كنتي وحويا قاب وحبرشو والوفانو وهبوني لسومنا كوفانتو وهبوني وحنا نقرتو أنا كمرك وحبرشة شوقي عمود آد بن ولا ذنتري إيه بكل ما لاني هذا شوقنا إن شاء الله إن وحنا ترمويا وحنا كدين مايا سلام الله وحناي سلام وحناي همبليو آدي آد وحيا بها إنه كوفانو أيو كم ديها سومالنا مركوح وقبطه كنتي مليه سوي لك عمان تعركينا وقف نيد ونكسر وقف قلب ونكسر وقف تدار بذل وقف أي كعب تهي سومالنا نمدو وأن قبيل يوحيا لها يجري أي ذكر قال كشا قيسانا كشا قيسان بحمد الله سليمان ومحبليو إلهي حبوك رب كرو إلهي عاشما ذاك سيو إلهي كعاوين الدفع ذر بذل أدكو بشوك وأعطوكس وسارت عمود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بابا هدله ساكن نغسمي إلي نوحل كان السبن من بغلال دليرا وككل انتبيي إلا هير مستر ودلكو دي يقول يقول يهو يوحكو برتي إيادو النمضة أو واحد باتي هجيب المعاني تشرين أو خلق علي ولا ومد الشعي شعب غير سوى لا لك عن تسقى إستا واحد ليني نيك عن ضد كم مهمنا غير الله يوم مهمنا بو هل كان وحن شعر هاي نام كلمة مهمنا جو بسوي تشيريو بروفيسور سليمان إيه دمان بروفيسور هذا كله إيه صاري قوّد يا قوّد بشر يا هل كان فريدة أكو هو إنسان علمي يا سيد الله شيء جاي
دقنك بروفيسور سليمان اي اي نكوبرني اي اي وهرسو ودنيادا ان لهين سايد بزنسك او اي وهرسو inu yahay nin u daacad oo dedicated ku ah inuu bulshada reer Soomaaliland inta uu qiimaha badan u soo saaro timanta waxay ka muuqataa dhalinyaradan iyo jaamacadda Camuud wayo adduunada weynu aragnaa dalka intiisa kalena weynu aragnay jaamacado badan baa ka furan waxaan maqalno waxaan ugu dhacnahay jaamacad Hiblaaye qasba ka jira laakiin jaamacad Camuud waxaan u aragnay tahay jaamacad hayina nabad ilaalisa dhalinyaradu akhlaaq leedahay wadaniyad leedahay qadiyad iyo waxay baranayaan iyo wax laga sugayo garanaya ee aanan dareemin ama aanay ruuxin hawaamirta iyo hamiyada kale ee laga yaabo bulshada qaar kale ama dhalinyarada kale inay ku jiraan taasuna waxa weeyaan mid gaar ah iyo astaan gaar ah ay leedahay jaamacadda Camuud oo ah mid nabadeed ee dalna ma hormaro haddaan la dhisin bulshadiisa waxaa laga soo baxa sanad walba boqolaal dhalinyaro ah oo ku hubaysan hubkii ay kula dagaalami lahaayeen cadowga cilmi darada cadowga gaajada iyo cadowga cudurka waxaa halkan muuqata had iyo jeer dadku waxaa la isweydiiyaa dhalinyarada dalka joogta shaqo maxaa loo hayaa farxadda saaka faraxsanee waxaa ka mid ah kuwii soo saari lahaa shaqada ee shaqada abuuri lahaa ee businesska samayn lahaa ee mashaariicda samayn lahaa oo halkan wax ku bartay oo ilaa PhD gaadhay inay maanta ka soo baxayaan oo aan leeyahay mustaqbalkii shaqad helidda ee dhalinyarada Soomaaliland waxay maanta kow ka tahay raggaa soo baxay iyo siday maanta wax u qaban doonaan bay u taallaa haddii la yidhaahdo iyagoo dowladdooda iyo ganacsatadooda iyo shacabkoodaba kaashanaya waxaan ku soo gabagabaynayaa jaamacadda Camuud magaca weyn bay dalkan ku leedahay iyo caalamkaba waxaan leeyahay waa intaasoo loogala sii dhawaadaa sidaa la sheegayna inaa ilaalisaan magaca Camuud waxaana ku ilaalisaan oo ku ilaalinaysaan waxa weeye bulshada waxaa u gudbisaan oo halkaa la sheegay iyo cilmiga iyo waxa aad ka barateen bulshadiinna ku kaabtaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa kelmadda keliya dardaaranka waxa weeye waxaan idinka codsanaynaa inaad la dagaalantaan qaswadayaasha inaad la dagaalantaan cid kasta oo nabadgelyada quruxda badan doonaysa inay chuqachuqayso cadow badan baynu leenahay oo diidan nabadda iyo deganaanshaha iyo midhaha maalin walba aynu guranayno oo meelo fogfog iyo gacmo fogfog ay mar walba isha ay nagu hayaan inaad noqotaan dhalinyarada feejig ee dalkooda iyo dalkooda ilaalisa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaa kale waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka waxbarashada dhammaan dadka xafladan ka soo qayb galay waxaan ka codsanayaa inay ilaahay ugu xamdiyaan oo yidhaahdaan alxamdulillaah nabadda maanta halkaa aynu ku joogno ee waddankeennu ku sugan yahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanah mahadna ugu celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ummaddan hormoodka ugu noqday horumarka waddanka ka socda waxaan leeyahay ardayda qalinjabisay oo runtii qaybtan master's degreega uu ka mid yahay isku duwahaygii ama guddoomihii wasaaradda waxbarashada ee gobolka waxaan leeyahay hambalyo waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa
wasiirkii waxbarashada ee ugu horeeyay oo qirayo inuu waxbarashada aad iyo aad u horumariyay oo meel kasta gaarsiiyeen waan u mahadnaqayaa. waxaa kaloo u mahadnaqayaa Professor Suleiman oo anigoo wasiirkii waxbarashada maanta u qirayo inuu yahay aabihii tacliinta sare ee Somaliland. hadalka badin maayo cid kasti oo wax ku darsatay horumarinta waxbarashada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland inuu u hambalyeeyo ardayda halkan ka qalin jabinaysa. madaxweyne, ku soo dhoweyn. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. فرحت وين بي إيتا هاي بانتا أنا جاي وفت جاي لس علبة إن أنا هلك نمادنا وأنا كسو قيب قلوا قال جبنتا أردنا فرع بدن تفعدي أفرية تبناد جامعة عمود. جامعة عمود تاريخ وين بي قرك كل هذا هاي ummadan u leedahay ahmiyad weyn bay u leedahay. waa meeshii waxbarashada, tacliinta, aqoonta iyo horumarka dalka. insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa ummada kuwa kalena inay ku wadadeen doonaan aynu halkaa hore uga sii mari doono. waxaan jecelahay inaan halkan hambalyo aad iyo aad u ballaadh uga soo jeediyo ardayda halka ka qali jabisay maanta. waan ku hambalyeeyo halka ay gaadheen iyo waxa ay qabsadeen. waxaan hambalyeynayaa staafka, macallimiinta iyo madaxda iyo Dr. Suleiman iyo inta mas-uuliyadda tan iyo xilka ka qaaday ayaan iyagana hambalyo aad iyo aad u ballaadh u soo jeedinaya. waxaan leeyahay tacliintu waa miftaaxa nolosha, waa miftaaxa horumarka dalka. waxbarasho wixii dadkii dalkii waxbarta ee aqoon la yimaada ayaa horumar ku tallaabsan kara, dadkiisa garan kara, horumarin kara. muxuu ahaay tacliin iyo aqoon iyo waxbarasho kusoo kordhin kara. marka waxbarashada aan ku wada dadaalo annagu xaqiiqa waa ka dadaalaynaa. waxaanu ka qabanaynaa, waanu ku dadaalaynaa, gacan baanu ka geysanaynaa insha allahu tacaala. maantana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu aragno ardayda faraha badan leh ee halkan ka qalin jabinaysa, iyaga iyo macallimiintoodii iyo staafkoodii iyo waalidkoodii iyo intii ka shaqaysana. waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad u ballaadhan iyo bogaadin baan soo jeedinaya. marka waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo ilaa qaaradisi. washukur jaziila wa maasanti. allah yaqbal. Dr. Ahmed Maxamed Siraayo uu gudoonsiin lahaa shaqada sharaf lagu maamusay oo wasaaradda waxbarashada ay ku maamustay Professor Suleiman Axmed Guule inuu yahay aabaha ama aasaasaha waxbarashada sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Macmadan oo ka mid ah shaqaalaha jaamacadda Camuud oo ku guuleystay shahaado caalami ah hogaaminta ah tatalagarantooda labaatan dowladood oo adduunka ah ayuu qayb ka noqday maamul wanaagga iyo waxqabadka u qabtay jaamacadda Camuud. imiga waxaan ka dalaynaa oo nuyoonaynaa waa ardaydii waxaan ugu horeysiinaynaa liiska ardayda postgraduate programka ama masterta. waxaa ku xiga Cabdilaahi Axmed Cumar, waxaa ku xiga Cabdisalaam Maxamed Cusuuliga Faadumo Shaacada Sabatan, waxaa u dambeeya kooxda Jibriil Cabdilqaadir Cali. waxaa kaloo nu yeelayaa takhasuska ah curriculum management and instruct, waxaa u horeeya Sir Maxamed Heebaan, waxaa ku xiga Mukhtaar Xaamid Cabdullaahi, waxaa ku xiga Cumar Sultaan Indhamood oo ahna isguduha wasaaradda waxbarashada ee gobolka. waxaa kaloo nu yeelayaa takhasuska public health,
أخيارتها وذا نقرأ حيودا وحان انتها سيكوسو قبقبين دونا برنامج كاسي أنو كدياري نايم سفر كا مدحوينها سومال لانو كوتاقي قبل كا أوضل قرهان مقالة بوراما سيبا مناسبة دي قلن شبينتا ايو كاقا قيب قلي أرديدا سند كان كبهدي شامع داسي عمود وفي المغادستي عاول أبدي كاهين هبينتي اسكدبريدكي برامج كان محمد أغلي هادي يا أحمد سيكدار حسنو لمانتي بدكونا فيا برامج كان لقي سمرك لانتان كوكول ميدونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنها يوهديك دوسيدا وحنها يواند معلنكا وحنها يوهديك دوسيدا وحنها يواند معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو قول وعن عدوك وابتو نول الوناكسن وإيو برواقو نبت لقو وذاقو أكوار وزنكين قول وعن عدوك وابتو نول الوناكسن وإيو برواقو نبت لقو وذاقو أكوار وزنكين ودنكين ودني تركينا ورابينا يديقو أنكوار دينا ودنكين ودني تركينا ورابينا يديقو أنكوار دينا